السلام عليكم اخوتي، كنتم لاباس بخير مزيان مع راسكم كل شيء وهذا. كنتمنى تكونوا كاملين بخير ان شاء الله. اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع قبل اي حاجه تشاركوا معنا اخوتي، راكم عارفين فهمتي اخوكم في الغربه، كنشارك معكم الاراء، كنعدل لكم كيف تستعدلوا اللابادورا النبيرة اللاباخيات فهمتي، الماكينات التصبين وداك الشيء هذاك فهمتي. انا معلم في داك الشيء هذاك، كنبيع ونشري فيهم انا في برشلونه. يعني اللي بغى يتعلم شي حاجه جديده عاوتاني كنعطي الراي ديالي وكنشارك معكم، كنقصر معكم هنايا وتشاركوا معنا باش نتعرفوا. ما عطيتنا كومنتار وحنا عاوتاني نرجعوا لكم. وبحال الخوت ديما المغاربه اللي في الجاليه هنا في اسبانيا ولا كاع في اوروبا ولا في المغرب، السلام عليكم، كيف نتوما لاباس بخير؟ اش غنقول لكم اخوتي، انا واحد الدري ما كنتابعش بزاف التلفزيون، يعني ما عارفش شنو واقع في العالم. يعني كنبيع الماكينات وداك الشيء ولكن ما كنتفرج التلفزيون، ما عنديش مع التلفزيون هذاك الشيء الاخبار وداك الشيء هذاك، ما عنديش معاه حيت كيجيني داك الشيء سوق وخاوي فهمتي، لان كمرت الانسان. ولكن متبع اليوتيوب بزاف فهمت، متبع اليوتيوب بزاف، كنعرف شنو واقع في المغرب الاخبار، هذاك اكس وا ان وا هذاك والله الا فهمتي يدخل القلب. يعني واحد الدري زين، اليوم جينا نهضروا على داك الموضوع ديال نيبة وظاهر والمشاكل وكذا وهذه وطنطن. انا داك الشيء ساهل كنشوفوا حاجه سهله، هنا كنشوفوا واحد الريبر هوج استونا خونا نيبة استوناه فهمتي، قال له كذا ما كداشي راه كيتخلص الملايين. ولكن خصكم تعرفوا واحد الحاجه، اليوتيوب ما كيخلصش على حسب الدوله، كيخلص على حسب الدوله اللي كتعيش فيها، لان المغرب العمله ديالها ناقصه وما يتخلصش الا يتخلص، ولكن هنا في اوروبا يتخلص باستا، ولكن تما في المغرب ما يتخلص والو. المهم حنا الله اعلم، ولكن انا كنظن داك نيبة فهمتي، يعني باش شكون اللي طلع وشكون اللي كبر وشكون اللي عرفو باش يمشي لروسيا يمشي لافريقيا وكذا وداك الشيء هذاك كامل بسبب داك الدري هذاك اللي كان معاه. يعني الاخر كيبروفيتي فيه والاخر كيبروفيتي، يعني كيبروفيتي بغاتيتهم جوج بيهم، وبيجي واحد باروس ديال 17 عام ماشي فارق بين صحابو الحباب وداك الشيء هذاك. انا كنشوف هذا الشيء هذا عاد خوار يعني فهمتي كيفاش، خليك مع ظهر ديالك هذاك بعدا ولد حومتك وكتعرفو كدا، ماشي واحد جاي برهوش ياكل لك عقلك ولا شي حاجه. انتينا تشوف انتينا تعدل الكانال ديالك وهادي وشوف واش تخرج باستا ولا ما تخرجش باستا، بحال اللي كنت بحال اللي كنت كتخرج مع ظاهر، ولكن ظاهر كان كيعرفك على شخصيات كان يتهلاو فيك وكدا وهادي. المهم حنا انا كان هذا الراي ديالي عطيتو على حسب داكشي ديال النيبة وكدا. انا ما كنقدرش انتقد حتى شي واحد، انا نيبة بالنسبه لي انا ما كنتفرجش فيه بزاف، بل ما كيطلع هو كيطلع طوندونس، يعني كيطلع هو الاولاني ما كنتفرجش فيه بزاف، حيت انا كيجيني ما كيعلمنيش شي حاجه، ما كنستافدش شي حاجه، ولكن هو ضحوكي وكذا. يعني مع يعني بعض المرات سيدة تكون جالسه هذا شي فيديو هيدا، ولكن استفاده ما كاينه والو. يعني كتكون جالسه هيدا كتفرج شي فيديو كتضحك شي حاجه كتقول خونا كذا ما سكي فهمتي، وكل نهار لقطات وهذه، يعني شي حاجه مضحكه ولكن شي حاجه استفاده. هذا يوتيوب ماشي زعما الدراري يدير يوتيوب باش يتخلص منه، ولكن شوف واحد الحاجه ماشي دير بلوغات على حياتك، انا يعني كل واحد عنده حياته يا عفوا، كل واحد حنا كل واحد منا عندنا حياته، وكاين اللي كيبغي ينشر حياته، ولكن ماشي بس ولكن ديك حياته اللي بغات تنشرها و زعما نشاركها معنا، يعني مع خوتك المغاربه شي حاجه فحال اللي تورينا شي حاجه نستافدوا فيها فهمتي، لان كل شيء استفاده. حنا الشباب المغربي خصنا نوعاه وخصنا نقراه وخصنا بزاف، ماشي يطلع لك واحد المالك ولد القحبه الاخر طنطان السبان وهادي ما كنستافدوش فهمتي. والسياسه ما عندنا ما نستافدوا منها، حنا ولاد الشعب خصنا شي حاجه اللي تدخل لنا الخبز، شي حاجه شي معرفه شي. كاين الدراري هنا ببرشلونه واحد الدري فهمتي راه ما يعرفني شي، ولكن نشكرهم هاد البلاصه هادي دائما كيخرج شي حاجه على المغاربه، يعني اللي ما عندهمش الاوراق. واحد الدري هنا ببرشلونه كازاوي كيعدل فيديوز كنتفرج له بعض المرات، الحمد لله انا عندي وريقاتي، ولكن هذا كيعطي واحد الاستفاده للشباب، يعني اللي جا لهنا شنو يعمل، البرتغال حلت الاوراق طان 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 طان، يعني كي كيشرك هذيك بحال شي محامي ديالكم هنا يعني. انا تبارك الله عليه، عندك داك مزوري مزوري حتى هو واخا كيعاود لكم حياته، ولكن كيعطيكم بحال واحد التجربه شنو هي الغربه، يعني كان في الطاليان ها شنو وقع في الطاليان طان طان، البرازيل هذه طان طان، يعني كيوريكم قصه حياته باش تستافدوا منها. وتا داك بلال عقاد واخا تشوفوه كدا راه كيخور وكدا، ولكن
ولا كنتي متبعو راك عدي واحد العبره، عدي واحد العبره، واحد العبره عديها. يعني انت ولا كنت باقي يجون عندك 20 سنه تجي الغربه، ما تمشي بحال اللي كان كيعمل بلال، كان كي يعني كان يعني ما كانش الطريق المستقيم، وها شنو وقع له. ولكن دابا هو الحمد لله، يعني احنا ماشي كنتقدوه، يعني تا داك الحياه اللي دوزها بين اوروبا ورجع المغرب وكذا، يعني دري باقي صغير باقي جون، يعني في 18 19 هذه عايشوف يراجع وكذا، وشنو هي الحاجات اللي ما خصوش يصطمع ليها. يعني بحال دابا ما تاكش شي دريات عند الكوره خصها تبدا بالمغرب، فهمتي كيفاش؟ حاجه بحال هيدا انت غديها واحد الفكره، يعني كيقول لك سقسي المجرب، يعني سقسي المجرب. وعاد داك الدري عاوتاني جا مشى لهنا، مشى لامستردام، مشى كان في برشلونه، طلع لالمانيا، يعني عطى واحد التجارب ورى لكم كيفاش كيعيش. وهذا الشيء هذا خصكم نتوما ديروا واحد العبره، فهمتي اخوتي المغاربه. اما هادوك اللي كيدخلوا المهم هادشي اللي كنعرف انا، واقع كاين شي ثلاثه الدراري كنعرفهم في اليوتيوب اللي كنتفرج لهم، شكون اخر. اما هذاك اللي قلت له يعدل لكم فيديو وانا مقود عليه اخوتي، وانا حماق وانا كذا، عندكم عدو منه حتى شي. هذاك كيدير لك هبل تربح باش بس ابوناو معاه، باش تسعفوا معاه، باش طلع له لاشين وبقى يتخلص منه. ولكن انا كيعجبني الدراري اللي يديروا يوتيوب يعمل لكم الواقع شنو كيعيشوا داكشي هذاك، ولا شي حاجه تستافدوا منها. شي واحد كيعدل الراديوات، شي واحد كيعدل الانترنت، شي حاجه بحال هيدا، باش نتوما الشباب توعاو وتفيقوا وكذا، فهمتي يا خوتي. والسلام عليكم. ومهند المنبر هذا كنوجه تحيه المغاربه كاملين، يعني من طنجه حتى للقويره، ونموت على المغرب ونموت على خوتي. وخوكم هنا انتم كتشوفوا، ولا كنتم متبعيني راه انتم كتشوفوا شنو كنعدل. لي انا عطيها، انا كنعدل البياسات ديالي، كنبيع ونشري، فهمتي. وقاضي حاجه مع بورقه هنايا، ودائما معايا الخفي ديالي، الخفي ديما حاضر لي شنو كنعمل، هو دائما معايا في الطوموبيل. غادي مع اي بلاصه ديتو معايا البرتغال، باقي المغرب ما ديتوش معايا، كنسافر في اوروبا كنسافر شي بلاصه. يعني انا كيعجبني نسافر كل شهر، انا ما كنعملش فاكاسيونيس شهر كامل، انا كل شهر كنشد واحد يومين ثلاث ايام وكنطلع، مره المانيا، مره فرنسا، مره روما، كل مره كيفاش كنشد يومين مع الطياره. حنا عندنا رخيصه هنا، فهمتي، يعني تقدر تشبع 30 اورو 30 فرنك، تمشي في حالك باريت قهوه وتجي في حالك، فهمت. يعني انا كنحاول حياتي نعيشها راسي كيما بغيت انا، ما يحكم عليا حتى شي واحد، ونضرب لا كونسي متى ما بغيت، ماشي متى ما بغيت، ولكن ديك ثلاث ايام فهمتي من كيفوج فيها. الفيديو اللي نعدل من بعد هو نمشي ان شاء الله لامستردام، نعدل لكم شي فيديو تما والجوانات وهذه معايا، واخا ما كنت كيفش انا حرفت لي ما تقار، الله يعفو اخويا، فهمتي، من النيرفيوز كذا، يعني خصنا نقطعو بركي، ما صالح الوالو. ولكن في امستردام عندك كيف شي جوان، واخا ما كنت كيف شي عندك كيف شي جوان، ونوريكم كوفي شوب والعالم وهادي. درت لكم فيديو في المانيا، في روما، في باريس، وان شاء الله هاد المره في امستردام نعدل لكم شي فيديو فاعل تارك. وتشاج هاد المره ما يمشيش معايا الكليب ديالي، ما يمشيش معايا، خليه معايا، ما نعرف الوالده قالت لي ما نحضر لك شي، راك عارف الكليب انا في اسبانيا ولا شدهم في الزنقه، انا يدوني الكوميساريه، فهمتي كيفاش، انا في شكل عندهم الحقوق. ولكن انا الكلب ديالي مربيه مغربي، يعني ماشي زعما كياكل بيس د مركادونا، هذاك ما عندوش ما هو خصو، فهم الشياط د الماكله العظوم، ما كاين شي عظم ما يمشيش فيهم داك الشيء. السلام عليكم اخوتي، وتهلاو لي فراسكم، وتابوناو معنا، راه ما خاص تخسر والو، عملنا ابوني وكذا وهذه وفهمتي كيفاش، باش نزيدو نتعرفو ونقصرو مع بعضيتنا، وانا عندي ما يتقال، عندي ما نوري، عندي مستفدو مني ونستافدو منكم، ونديرو بحال شي جروب هيدا الصداقة هيدا في يوتيوب، ويعني خصنا نديرو شي حاجة جديدة باش المغاربة يبقى نعطيو بعضيتنا، ماشي فلوس، فهمتي، ماشي زعما فهمتي نعطيو بعضيتنا فلوس، عطيني 50 اورو ولا نعطيك 10 اورو ولا هذاك لا والو، كيقول لك فهمتي بنادم ولا عطيتي حوته مرة وحدة ياكل واحد النهار، ولا علمتي كيفاش يصيد عبقى ياكل كل نهار. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، انا نوصل لكم زعما النصيحة يعني ديالي، هي بنادم يوري الاخر كيفاش يستافد وداكشي هذاك. والدراري اللي كتجيو لهنا الغربة، اش غنقول لكم، النصيحة ديالي هي ما تعولتي على شي واحد راه ما يعقل عليك حتى شي واحد، عول على كرك باللغة العربية،
تجي لاسبانيا تدبر على كرك الفلاحه ولا الترويج ولا تهضر وكذا وجه قاصح وعندك شي حيت المعارف راه تخشى في الفلاحه في الفابريكات والرستورا وكذا، يمكن تجبر خدمه يمكن ما تجبر شي خدمه، صعيب القضيه لان ما كيخدموش بالاوراق. وهذا الشيء كلشي اخوتي انا نقدر نعاودكم على القضيه ديال اسبانيا هنايا، راك ولا جيتي ولا عملتي حتى شي مشكل ما تمشى مع الدراري اللي كيتكيفوا اللي كيسرقوا وكذا، راه تكون بخير وما عندهم ما يرجعوكش المغرب. دوز 3 سنين 4 سنين ديالك ولا ما تبدلش القانون، تقدر تعدل الوريقات ديالك، ولكن ولا بغيتو تجيو لهنا اخوتي بالفيزا حاجه واحده ما نقدر نقول لكم، يعني بالفيزا اجي فيزا ديالك راه كتغامر بحياتك وكذا وبزاف الحوايج، تحس كاميونه كتغامر بحياتك بالفيزا. خدم شي شركه، دبر شي شركه في المغرب، خدم فيها واحد عامين 3 سنين وتعطيك الفيزا وجي طلع في حالك، طلع في حالك اللي هنا. هنا ما تمتع شي. شوف هنا نقول لكم واحد الحاجه، نصيحه من وزاره الصحه، الدراري اللي كيجيب لهم الله يجيو الغربه ويديروا لاباس ويبنيو الديور وكذا، حنا جايبين هنا بزاف وعينا ما نخدموا هذه. دابا الحمد لله درت المشيرة ديالي، ولكن تخدم النهار تخرى النهار مع واحد والله العظيم وشاطت لك 50 ديال الاورو في الشهر، راك انت هو انت هو ولا عنده باستا. ما يدخو عليكم ما يدخوش عليكم الدراري اللي كيجيو لهنا الغربه وكذا ويهاودوا الطوموبيل ويجيب لك الله، راه هو كيربح فلوس ما كيربح ما كاين والو، يعني كتبقى في حال تما في حال هنا، عاد تما في المغرب تقدر تاكل شي حاجه زينه وكذا، هنا راكم عارفين فهمتي الخضره كامله الصناعيه كلشي كلشي تصدير، واخا حنا بلاد بلاد الفلاحه. يعني نقول لكم واحد الحاجه ما يكذب عليكم الكذب، دابا عرفتي ولا بغيتو تجيو لهنا على حسب الحقوق والتسارى وتعيشوا وكذا، مرحبا بكم. بغيتو زعما تجيو لهنا على قضيه الفلوس، راه ما كاينش الفلوس، هذوك الفلوس اللي كتحلم بهم انا ما كنغرفوهم شي بال اخوتي. تجي لهنا يعني تبدل حياتك شويه، تبدل حياتك يعني على حسب المغرب، ولكن في المغرب الا كنتي كتكري وتكري وتاكل وتشرب، هنا تكري وتاكل وتشرب ولا شاط لك انت هو الراجل، انت راجل 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 يعني، ولا كنتي كتجمع شحال هاد الجماعة جماعة 50 100 هادي باش تمشي المغرب باكاسيونيس، هادشي اللي كاري فهمتي. اما ولا كنتي في المغرب عاد جايب كرك في البيع والشراء تما عاد تبيعش بخير وهنا بخير، عشنو المغرب فيهش الحقوق فيهش الطب فيهش التعليم فيهش بزاف الحوايج، وهنايا كاين شي حاجه زايده في الحقوق فهمتي. كل ما طلعتي الفوق كاين الحقوق ولكن كاين العنصريه ومنتينات عارف، ولكن لو بغيتي تجي لهنا اخي رد بالك رد بالك، ما تجيش في الزودياكا ما تجيش في هذه وتعذب معك وليداتك وكذا وتعذب معك والديك ولا ولا كانت عندك وليداتك وهذه، تمشي عند الله وتحاسب النهار يوم القيامه. علاش هذاك تسمى انتحار؟ كيتسمى هذاك انتحار اخي فهمتي، لو كنتي في الزودياكا ولا في هذه اللهم جيب بيزا ديالك ولا شوف شي طريقه تجي سليما صابرا لهنايا وهنا تجي راه ما يعقل عليك حتى شي واحد اخي ديالي، نقول لك هذا المنبر هذا راه ما يعقل عليك حتى شي واحد، ما تقولش زعما نجي لهنايا الغربه ندبر على راسي وكذا وندير فلوس هنا تعيش شويه شويه وصافي فهمتي، ولكن تجي لهنا تكرفات هنا في الزنقه هذه خصك ديرها ببالك فهمتي، ولا ماكش عندك المعارف العائله غتسكنك شهر وغتجري عليك، هادشي اللي كاين ماشي غتجري عليك يعني انت ما يعني لك باش تمشي بحالك. هنايا في الغربه كل واحد كيضرب على كرو، هنا ما كاين لا صاحب لا اخاي، ما كاين لا صديق لا اخ لا اخي لا سنه الحياه هذه، راك راجل بقلاق خصك تمشي تدبر على المستقبل ديالك، ما تعاونش على العائله ولا كذا ولا شي واحد يعدل لك المستقبل ديالك، هذه هضره خاويه. وتقول انا عندي عمي في فرنسا ولا عمي في نو غتجي لهنا تسكنك واحد الشهر بعدا باش تبقى تحل عينك شويه، شهرين ثلاث شهور وصافي دبر على كرك وتخرج ومواهب، ما من دبة الأرض إلا عليه رزقها يعني فهمتي، رنتنا والأرزاق تقدر سبحان الله مبدل الأحوال، تقدر تبدل لك الوضعية وتقدر تكفس لك الوضعية ديرها في راسك. والسلام عليكم أخوتي، ما نكبرش عليكم، راه ضربت واحد الفيديو 14 دقيقة، وأنا نسلم عليكم أخوتي.